السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوه اللي كتكون سهله كما طلبتوا ليا. قلتي لي عندك شو وصفات يكونوا سهلين، وانا غادي نشارك معكم كاع الوصفات اللي كنت كنجرب قبل ما ندخل اليوتيوب. ودابا غادي نشارك معكم واحد الحلوه اللي سهله تكون بارده في نفس الوقت وما كتديش بزاف المقادير ولا حتى الوقت. اول حاجه غادي نحتاج الشوكولاته الابيض، بعدا نوريكم هذا غير التزيين. البنات اللي سولوني على الشوكولاته الابيض، الشوكولاته الابيض غتلقاوه في جميع السوبر، وكيكون بحال كيكون ماركه نيسلي ولا كيكون اي حاجه. المهم انا كنستعمل حتى ديال ميركادونا، اللي كتلقاوه نيشان حدا البلاصه فين كيتباع داك الشوكولات ديال الدراري الصغار وداكشي اللي كناكلو. وكيكون حتى حداه الشوكولات الاسود اللي راه باين كيما اللي وريت لكم، اللي ضروري يكون فيه الشوكولات دي بوستري، ما يكونش الشوكولات بالحليب، ولكن خصو يكون الشوكولات اللي فيه نسبه الكاكاو عاليه، هذاك هو اللي كيصدق في الحلويات. غادي نحتاج هذا اللي كناخذ من ميركادونا اللي هو كيقول لك فيديو زيت شوكولاتي. غادي نستعمل هذا اللي كناخذ من ميركادونا اللي هو فيديو زيت شوكولاتي، هذا للتزيين. وهنايا كما كتشوفوا بقى لي شويه من الشوكولات الابيض، غادي نستعمله حتى هو. والتزيين كذلك غادي نحتاجو الكوكو مطحون، انا درتو هنايا. غادي نحتاج الزبده مذابه، ولا تكون حتى بحراره المطبخ تقدر، ولكن من الاحسن تكون مذابه. واخر حاجه غادي نحتاج هو البسكوي ديال اوريو كما كتشوفوا اللي طحنته، وطحنته بلا ديك الكريمه اللي كتكون الوسط ديالها، حيت الكريمه اللي غتكون الوسط ديالها غادي نذوبها مع الشوكولاته باش نديرها للتزيين. نطحنوا الاوريو بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم في الفيديو. اول حاجه غندير غنطحنوا اوريو كما كتشوفوا، انا حيت لي هذيك الكريمه لداخل وخليت اوريو تحصلوا عليه بحالك. كيكون في اناء الخلط غادي نديرو هاد اوريو اللي هنا، وغنزيد عليه الزبده. الا خاصاني الزبده راه غنزيدها، ما خاصانيش راه ما، وغادي نخلطهم مزيان. كتشوفوا ما كفاتنيش هذيك الزبده الاولى، زدت ثاني ذوبت واحد الكميه. الا بغيتو راه تزيدو الزبده وترجعو عاوتاني طحنوها باش تخلط لكم مزيان، وتزيدو على الطريقه هكا. غنجمعها بيدي من الاحسن، حيت هكا ما نعرفش واش تجمعات ولا لا. ومن بعد ما تحصلت على هكا راه ضروري خصو يطحن مزيان، حيت الا ما طحنش مزيان ما غاديش يتجمع لكم. دابا غنجيب واحد البلاطو ولا شي حاجه باش غنديروها، وغادي نبدا ندورها بحال هكا بحال شي غريبه ولا شي حلوه. حتى كنتحصلوا على هذا الشكل. غنبقى على هاد الطريقة حتى نكملهم كامل ونتلاقاو في التزيين. Thank you.
نسيت ما قلت لكم دخلهم الثلاجه باش يقصاهم مزيان المجمد ماشي الثلاجه. صافي دابا غادي نبدا نزين زين حسب الذوق اللي بغيتو. ما كتشوفوا هنا كيبان لكم الشوكولاته فيه شي نقطات شويه كحلين، هذاك غير داك الكريمه اللي حيدت من البسكويت ديال اوريو، داكشي بقى ولكن ما غيبانوش الا حسنا. واخا تعاوني في الكوب ديرو مزيان في الكوب باش حنا صوبنا غير هاد يعني هاد الكميه قليله، حيت اصلا صوبنا اشكال بزاف، داكشي راه بغينا غير شي حاجه تكون زعما الطبله شويه منوعه. راه ان شاء الله في العيد غنوري لكم الاشكال اللي صوبنا. هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه وفاش فتحتها من الداخل كيفاش كتبان كحله. الا بغيتو تزينوها بداك الشوكولاتة الاسود ولا باي حاجه عجبتكم، نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى ديروا لي لايك ولي جيم الى عجبكم الفيديو، وحتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.